السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم. هنعمل النهاردة بإذن الله السدق. ده سدق بلدي أو مجمد زي ما انتوا عايزين. هنعمل طبق سريع مش هياخد مننا 5 دقايق. هنقول احنا عاوزين ايه. ده سدق الكم زي ما انت عاوزة. بحتاج له طماطم تقطعها اهيت، ليمون للي حابب يزود عليه ليمون، اللي حابب يضيف عليه ليمون، شطه خضراء متقطعه سواء فلفل احمر او شطه حمراء زي ما انتوا عاوزين. عندي ثوم وعندي بصله صغيره. عايزين تكتروا البصل براحتكم، عايزين تكتروا الثوم براحتكم. الحاجات دي بتحب تاخد ثوم وبصل كتير، بس انا قلت لكم قبل كده عشان بنتي ما بتحبش البصل كتير فانا بحط كميه صغيره. هنا عندي عودين بقدونس، عندي جنزبيل 4 معالق بقى جنزبيل بودر، البابريكا، الكزبرة، الكمون، فلفل اسود، ملح. تاني هنقول صدق، طماطم، ليمون للي حابب يحط، شطة خضراء متقطعة، شطة حمراء او فلفل احمر، ثوم، بصل، بقدونس، جنزبيل، البابريكا، كزبرة، كمون، فلفل اسود، ملح. وديت انا هعمله مع مكرونه. ديت كوبايه ميه من سلق المكرونه، لو انا احتجت ازود ميه هستغلها لان ديت ليها كوبايه وهي فيها فوايد. لو انا احتجت ازود ميه على الصدق هاخد منها، ما احتجتش خلاص نتوكل على بركه الله ونروح على البوتاجاز. حطينا معلقتين زيت او سمنه زي ما احنا عاوزين. اول حاجه هننزل بيها هي السدق. اول حاجه هننزل بيها بسم الله الرحمن الرحيم هي السدق. هنعلي النار شويه. ابدا بس ان انا اخد تشويحه كده صغيره قبل ما احط الخضار بتاعي. بدا ان هو شايفين ننزل الميه بتاعته، عشان كده علشان كده قلت لكم ممكن نحتاج ميه المكرونه وممكن ما نحتاجهاش. اول ما بيبدا ان هو يغير لونه او يدخل في مرحله ان هو بادئ يستوي بينزل الميه بتاعته. احنا هنسويه في الميه بتاعته لغايه دلوقتي ما بيطمش اي حاجه. طبعا نكون حريصين واحنا بنضيف الملح لان هما الجزار بيبقى مزود له خلطه ملح فلفل الكلام ده. مش هزود اي خضار الا لما الميه بتاعته تبدا ان هي تنشف شويه علشان الخضار ما يبقاش مهري يبقى مش حلو. هبدا ان انا انزل بالبصل كده اهو. هزوده هضيفه مع الخضار الثاني لما اجي احطه. هبدا بقى ان انا اوطي عليه النار خالص علشان ما يتحمش مني، وهنزل بقيه الخضار كده الشطه والثوم لانه خلاص هيبدا يدخل في مرحله استوى، فهوطي عليه خالص علشان يستوي براحته وكل الخضار يستوي زي ما انتوا شايفين. وطيت عليه، هضيف مش هضيف الملح دلوقتي، هضيف التوابل الثانيه كده اهي، وهستنى على الملح شويه لغايه ما ابدا ان انا ادوقه. انا وطيت عليه علشان بقى هو يستوي يكمل سوا خالص ويبدا ينشف في الميه بتاعته، وبكده انا مش هحتاج ان انا ازود له ميه سواء من الحنفيه سواء ميه بتاعت السلق المكرونه اللي هي عندي ايا ان كان. انا هوطي عليه بقى كده علشان يبدا ان هو يستوي مع الخضار ده وكله ياخد
من طعم بعضه والريحه بتاعته جميله جدا. على بال ما الصدوق بتاعنا يستوي هنروح نعمل مع بعض كوكتيل عصير حلو قوي. يلا بينا. عباره عن ايه الكوكتيل بتاعنا؟ عندي مانجايه من المانجا اللي انا مخزناها في الجيف فريزر اهي زي ما هي، وعندي البرتقال وقرع العسل اللي احنا عملناه مع بعض من كام يوم، وعندي الحرنكش اللي انا برضو بحطه في الفريزر عندي. معرفش بقى عندكم في الدول العربية صراحة ربنا اسمه ايه، الحبايب اللي متابعيني من بره معرفش اسمه ايه الصراحة يعني. فعندنا مانجا، عندنا البرتقال والقرع، او لو عايزين تكتفوا ببرتقال بس اوكي، بس ده كيس البرتقال والقرع اهو اللي انا كاتبه عليه، وعندنا هنا الحرنكش. هاخد شوية حرنكش كده احطهم اهو، مش كتير لان انا هزود المانجا. وهاخد بسم الله الرحمن الرحيم قطعتين برتقال من اللي انا عاملاه، هبدا ان انا احطه. اجي ده الحرنكش والبرتقال، هبدا ان انا اقطع اقشر المنجايه بتاعتي كده اهي، وهي متلجه بتتقشر بسهوله قوي كده اهي، شايفين تتقشر بسهوله وهي متلجه، واحطها في الخلاط. ادي المانجا بعد ما اتقشرت اهي، هنبدا ان احنا نقطعها كلها ونحطها في الخلاط. هنضيف معلقتين كبار سكر او زي ما انتم طبعا بتحبوا درجة الحلو بتاع العصير بتاعكم. ونضيف كوباية ونص مية ونبدأ ان احنا نعصر العصير بتاعنا. واجي طبق السجق، الميه بتاعته نشفت لكن اللي موجود فيه دي ده الدهون بتاعته اللي هو نزلها، شايفين دي الدهون بتاعته اللي هو نزلها. اللي حابب ياخد هو كده خلاص دخل في مرحله السوى الكامل، اللي حابب يغرف وهو كده وياخد الصوص بتاعه كده على رز ابيض او على مكرونه اوكي، اللي عايز يستنى لما الصوص بتاعه ينشف تماما زي ما انتوا حابين، لكن هو كده خلاص نقدر نقول ان هو استوى. والخضار زي ما انتوا شايفين ريحته رهيبة وطعمه خطير جدا. هنبدأ نغرف الطبق بتاعنا مع الكوكتيل.